الله. بالتأكيد الهجوم الأسترالي يختلف تماما عن أي هجوم آخر في كل يعني المنتخبات اللي قابلتوها. إيش ممكن تقول؟ أول شيء بسم الله الرحيم. الكل يعرف المنتخب الأسترالي منتخب منظم، منتخب عنده عناصر كويسة، لكن بالعكس إن ما نلعب ضد عناصر، نلعب ضد منتخب، وإحنا إن شاء الله قادرين من حضورتهم إن شاء الله نحقق 3 نقاط في المباراة. بديتوا المشوار يعني أوكي جبتوا النقاط زي السؤال اللي سألته تول أسامة، جبتوا 6 نقاط، لكن إلى الآن ما أنتم مقنعين للرأي العام والجمهور. شوف المستوى يجي بوقته، يجي مع المباريات. يمكن يعني الكل يعرف يمكن الفترة اللي راحت يمكن جولتين ما أدري جول لعبنا في الدوري، يعني يمكن جهزت اللعيبة جهز ذا، لكن الحمد لله الحين لعبنا مباريات أكثر. الكل يعرف يعني يمكن مباراة على أرضنا بين جمهورنا، إن شاء الله بإذن الله نأخذ الأمور خطوة خطوة، الكل مجتهد، الكل حاسب المسؤولية، وإن شاء الله نظهر مستوى مشرف للكرة السعودية إن شاء الله. طيب من اللي تحس إنه أو المهاجمين اللي تخشاهم في المنتخب الأسترالي؟ والله ما شوف ما نخشى من أي لاعب، وما نخشى من أي لاعب، لكن إحنا نخشى من أنفسنا لما نكون إحنا في يومنا. لكن صدقني أخوي ماجد لما نكون في يومنا ما نخاف من أي فريق إن شاء الله. طيب المرحلة الجاية الفوز على أستراليا يعني إنك يعني قطعت، يعني في ناس تشوف إنه أكثر من نصف المشوار. لا شوف فوز على أستراليا هي 3 نقاط، الكل يعرف التصفيات طويلة، التصفيات فيها مطولة، لكن إن شاء الله بإذن الله إحنا قادرين إن شاء الله نأخذها خطوة خطوة، وإن شاء الله يكون بدري على الكلام هذا التأهل. ياسر مسليم مساك الخير الحين. والله ياسر مسليم الله يوفقه، ووليد عبد الله ومحمد العويس، أي واحد فينا يمسك الباب فيه خير وبركة إن شاء الله. شكرا لك حبيبي.